وفي الوشاش تفقد جلالته وبقية وفود الصديقة والشقيقة الدور التجريبية. وحتى عام 1960 سيقوم مجلس الإعمار ببناء 25,000 دار لأبناء الشعب. هو جلالته يضع الحجر الأساسي للمجموعة الأولى من مشروع إسكان غرب بغداد، ويبلغ عدد دور هذه المجموعة 1,250 دارا. وفي حقل الطرق كان طريق بغداد محمودية، وهو جزء من طريق بغداد حلة، أحد المشاريع التي افتتحها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبد الإله المعظم. ويبلغ طول هذا الطريق الحيوي 25 كيلومترا، كلف إنشاؤه 450,000 دينار. وكان طريق بغداد فلوجة الذي يبلغ طوله 65 كيلومترا المشروع الثاني الذي افتتحه ولي العهد المعظم في نفس اليوم. إن مجلس الإعمار يقوم الآن ببناء أكثر من 2000 كيلومتر مثل هذه الطرق في جميع أنحاء البلاد. وفي مشروع المسيب الكبير على بعد 60 كيلومترا من بغداد، وزع وزير الإعمار وثائق الوحدات الاستثمارية إلى المزارعين، وتبلغ مساحة المشروع 250,000 دونم تكفي لإسكان 15,000 نسمة. ويمتاز مشروع المسيب بهذا القنال الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا، وقد افتتحه العميد طه الهاشمي نائب رئيس مجلس الإعمار، وساعد العمال بيده على رفع أبواب الناظم. وسرعان ما تدفقت مياه الفرات إلى القنال، واصطف المزارعون والمستثمرون يرقبون جريانها بكل اهتمام. إن شبكة نواظم ومبازل هذا المشروع كلفت 5 ملايين دينار. وانتقلت احتفالات أسبوع الإعمار إلى الشمال وفي الموصل بالذات، حيث معمل الغزل والنسيج. وقد افتتحه صاحب الجلالة وطاف بأقسامه وهو يبدي اهتماما بالغا بهذا المشروع الصناعي الجبار، ويتلطف بالسؤال عن دقائق الأجهزة. إن بإمكان هذا المصنع إنتاج 20 مليون متر مربع من النسيج في السنة الواحدة، أي أنه سيسد ثلث حاجة العراق. وقد كلف إنشاء هذا المعمل الذي يعد الأول من نوعه في العالم 3 ملايين دينار، وسيعمل فيه 1,200 عامل عراقي. وبين جبال السليمانية ووهارها شيد معمل السمنت في سرجنار، وقد افتتحه أيضا صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني المعظم. شاهد آخر على الجهود التي يبذلها مجلس الإعمار في تصنيع البلاد. إن بإمكان هذا المعمل الذي كلف إنشاؤه 2.5 مليون دينار إنتاج 350 طنا من السمنت يوميا. وفي السليمانية أيضا افتتح الدكتور ضياء جعفر وزير الإعمار طريق طاسلوجة دوكان بقصه الشريط، ويبلغ طول هذا الطريق المؤدي إلى خزان دوكان 50 كيلومترا. دوكان خزان عظيم، ارتفاعه 108 أمتار وطوله 325 مترا، شيد على الزاب الصغير. وبعد أن أدخل إسطوانة الوقت في الحجر الأساسي، وضع جلالته السمنت. هذه المياه تكفي لإرواء 1,300,000 منشارة. ولم يكن أروع خاتمة لأسبوع الإعمار الثاني من روعة خطاب المليك في دوكان إلى شعبه وإعرابه عن فرحه بإنجازات مجلس الإعمار لأبناء الشعب.